وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من لندن عمر بشير. عمر، ما الذي يجري قبل موقعات مانشستر يونايتد وليفربول؟ لماذا كل هذا الغضب الجماهيري؟ هي من تداعيات السوبر ليج أو الدوري الأوروبي الذي أعلن عن تأسيسه من قبل أندية أوروبية من إسبانيا وإيطاليا وست أندية من إنجلترا، من بينها طبعا مانشستر يونايتد باعتبار أيضا رئيسه نائب مؤسس هذه البطولة، حيث اعتبر بيريز رئيس نادي ريال مدريد والمؤسس لهذه والمدير المسؤول عن هذه البطولة التي أعلن عن فشلها وانسحاب جميع الفرق الثنائي ريال مدريد و برشلونة الإسبانيين. على أي حال، الجماهير تجمعت في محيط ملعب الأولد ترافورد في مانشستر قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعتين، وقامت بتجاوز الحواجز التي وضعتها الشرطة بسبب قيود فيروس كورونا وبسبب منع الجماهير من الدخول وبسبب أيضا معرفتهم بقيام الجماهير بالتجمع في محيط الملعب، ولكن المفاجأة كانت بتجاوزهم بهذه الحواجز واقتحامهم أرضية الملعب. الجماهير، عشرات الجماهير، تمكنوا من الدخول إلى داخل أرض الميدان وقاموا بحمل شعارات وأيضا الألعاب النارية بألوان نادي مانشستر سواء الزي القديم أو الجديد، وطالبوا بمغادرة العائلة الأمريكية المالكة لنادي مانشستر لأنها تضيع تاريخ النادي، كما وصف ذلك بعض المتظاهرين من أنصار نادي مانشستر يونايتد. على أي حال، المباراة أجلت ولم يتم تحديد موعد للتأجيل، حيث قال نادي مانشستر في بيان له أن اللاعبين لم يغادروا إلى الآن الفندق الموجودين فيه، حيث جاءت العادة أن يبيت اللاعبون في مانشستر في فندق مجاور الملعب قبل أي مباراة لهم. هم الآن ما زالوا في الفندق، وأيضا البيان أضاف أن عمال الملعب سيقومون بإعادة تأهيل وترتيب أرضية الملعب بعد هذه الهجمة من قبل الجماهير. مدرب نادي مانشستر يونايتد قال إن الجماهير من حقهم أن يقوموا بالاعتراض، لكن دعاهم أن يكون هذا الاعتراض بشكل سلمي ولا يخرب ممتلكات النادي كما حصل من عمليات التظاهر الأخيرة. المباراة أجلت ولكن لم يتم تحديد موعد جديد إلى الآن لإقامة هذه المباراة الهامة بين مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي. عمر بشير مراسلنا من لندن، شكرا جزيلا لك.